ده اول مثال يا شباب تطبيقي على الفلترز. بيقولك ديزاين فيفث اوردر اكتف باتر وورث لوفاس فلتر، الكات اوف فريكوانسي بتاعته 10 كيلو، الدي سي جين 10. هنفهم دي معناها ايه. قالك افترض ان كل المكثفات 10 نانو فراد وكل الاربيتري ريزيستورز 10 كيلو، هنفهم برضو معناها ايه. وبعدين قالك اوجد الاتنويشن عند 11 كيلو وعند 15 كيلو. وبعدين قالك استخدم الفورمولا اللي هي بتاعت البي 5 اس. زي ما قلت لكم احنا الباتر وورس مش هنحفظ حاجه، يعني هي هتيجي لك، يعني في السؤال هتجي لك مكتوب. اول حاجه شباب هنرسم الدايره. اول حاجه في الديزاين هترسم الدايره دي، هتبقى كام اوبريشن امبليفاير في الدايره دي؟ ها، ثلاثة، درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثانيه، ثلاثة. يبقى شكل الدايره يبقى بالمنظر ده. ده الشكل بتاع الدايره.
دي دقيقتين ارسموها وبعدين هنحدد كل القيم بتاعتها. فزي ما اتفقنا دي مكونه من فيرست اوردر، وادي شكل فيرست اوردر حفظناه، وشكل السكند اوردر، فيبقى فيرست اوردر وراء سكند اوردر وراء سكند اوردر. شباب طيب، اول خطوه شباب هو قال لك الكاتو فريكونس بتاعتنا 10 كيلو، ف بنقول ان الاف كاتوف هي 1 على 2 باي ار سي. اذا 10 في 10 اس 3 يساوي 1 على 2 باي. وشباب السي قال لك خدها كلها كام؟ 10 نانو فراد. فهنا الار مجهوله وهنا 10 10 نانو، دي 10 اس ناقص 8. دي معناها الار تساوي كام؟ عندك 10 تطلع 10 اس 4 على 2 باي 1.6 من 10 كيلو. فأول حاجة هنحط الار والسي دول، ايوه 1.6 من 10 كيلو دي 10 نانو، حطهم على القيم. طبعا لازم كل الارات والسيات زي بعض لان عشان يبقى الكاتو فريكونس بتاعتهم كلهم متساويه يعني. دي اول حاجه. طيب عايزين نجيب بقى الار 1 والار 2 والار 3 والار 4 والحاجات زي كده. احنا عارفين يا شباب ان الكوفيشنت بتاع الاس، يعني عارفين ان 3 ناقص اي في مثلا بتاع المرحله الثانيه اللي في النص دي لازم تساوي كوفيشنت اللي هو 0.618، والاي بي دي يعني 3 ناقص 1 زائد ار 4 على ار 3 هتلاقي 0.618. دي معناها ان ار 4 على ار 3 هتساوي 2 ناقص الكلام ده يعني 1.382. دي معادله شباب فيها مقاومتين مجهولين، عشان كده قال لك استخدم اربيتري ريزيستورز 10 كيلو. فاحنا هنتفق على حاجه عشان كلنا في الامتحان نعمل نفس الكلام، المقاومه اللي متصله بالجراوند هناخدها باستمرار 10 كيلو، يعني هي دي الاربيتري ريزيستور.
اللي هي في حالتنا هنا ار 3. يبقى هنا يوز ار 3 هي ال 10 كيلو. اذا ار 4 دي الاربيت ريزيستور يعني. يبقى ال 4 13.82% كيلو. يبقى دي 10 كيلو ودي 13.82% كيلو. ونفس الكلام هعمله للار 5 والار 6. هقول برضو 3 ناقص اي في بتاعت المرحله اللي بعدها بتساوي 1.618. اذا 3 ناقص 1 زائد ار 6 على ار 5 ده معناه ان ار 6 على ار 5 هتساوي 0.382. برضو هنقول ان ار 5 10 كيلو دي الاربيت ريزيستور. يبقى الار 6 هتبقى 3.82 كيلو. يعني باستمرار هنخلي المقاومة المتصلة بالأرض هي ايه؟ هي الأربيت ريزيستور. طيب فاضل لنا مين؟ ار 1 وار 2. نجيبهم ازاي؟ ايه رايكم؟ الدي سي جنب 10 كويس. الدي سي جنب ده يساوي ايه؟ بص يا شباب المعادله العامه بتاعت الفلتر ده بتتكتب كالاتي. خليكم معايا. طيب الـ AV دي اللي هي ايه؟ اللي هي الدي سي جين اللي هي ايه؟ اللي هو الاوتبوت على الانبوت لما يبقى الفريكونسي يساوي صفر. جت منين؟ انا اسف دي اف على اف سي. ده لو باس لما اف تساوي صفر يبقى ايه بيساوي AV. يعني دي سي جين بيساوي فولتج جين. طيب الدي سي جين ده يساوي ايه؟ حد يقول لي. ها؟ الجيم بتاع المرحلة دي في الجيم بتاع المرحلة دي في الجيم بتاع المرحلة دي. تمام. الـ AV دي بتساوي الـ AV1 AV2 AV3. دي طبعا كانت الـ AV2 عشان برضه ممكن نحطها كده. ودي AV3. يعني دي كانها بتساوي 1 زائد ار 2 على ار 1 وضوبة في 1 زائد ار 4 على ار 3 في 1 زائد ار 6 على ار 5. كل ده بيساوي الدي سي جين اللي هو في حالتنا بيساوي 10. يبقى عندي 1 زائد ار 2 على ار 1 مضروبه فيه ار 4 على ار 3 اهي. دي بقى دي 2.382 ودي
1.382. سبع عشر. حد يحسب لنا كده شباب، يبقى ار 2 على ار 1 بكام؟ 2 صح. يبقى ايه في ار 1 بتساوي 10 كيلو يبقى دي 10 كيلو دي 20 كيلو. طبعا عايز اقول حاجه يا شباب، اشمعنى بنقول ان المتصله بالارض هي 10 كيلو؟ طبعا مش شرط، ممكن تقلبها، بس ده عشان يبقى اتفاق، عشان انا لما بصحح اخر السنه لو كل واحد هيقعد ياخد حاجة تانية مختلفة أنا ممكن أنا اللي يبقى يحصل لي لخبطة أثناء التصحيح، فالتوحيد بس عشان سهولة التصحيح بالنسبة لي أنا. فأنا إيه؟ يعني مش غلط إنك تاخد إن آر 2 هي 10 كيلو، مش غلط. بس هيطلع إن آر 1 هي مثلا 5 كيلو. فأنا بس عشان إيه؟ مسألة التوحيد عشان سهولة التصحيح بالنسبة ليا في آخر السنة. كده جبنا كل المقاومات، كده يبقى كده الديزاين خلص. الديزاين بتاع الفيشن امبليفاير خلص، فاضل ايه؟ انك توجد الاتنويشن عند القيم ديت. الاتنويشن زي ما جبناها المرة اللي فاتت، الالفا بتساوي 20 لوج الأساس 10 واحد على الجزء التربيعي بتاع 1 زائد اف على اف سي اس 2 ان لا ناقص 10 حالتنا، لان الان بتساوي 5 اس 2 ان يعني تساوي 10، فهي كانها بتساوي 20 لوج الأساس 10 واحد على الجزء التربيعي بتاع 1 زائد 11 على 10 أس 10. بتحسب هو الرقم طالع ناقص 5. طبعا قلت لكم لازم يطلع نيجاتيف، وبعدين تحسب عند 15 يعني بسيطة يعني. ادي اول مثال، ادي اول مثال. في أي أسئلة؟ طيب سيب دي كده لازم الحاجة. Thank you.
ايوه مفهوم. ايوه لا الحمد لله كويس ماشي. شكرا شكرا تاخر الحمد لله. المثال ده بيقول ايه؟ ديزاين باتر وورث لو باس فلتر الكات اوف فريكونسي 1 كيلو الدي سي جين 5 الماكسيمم اتنويشن ات 2 كيلو هرتز از ماينس 15 ديسيبل. طيب انا هسال سؤال، يعني المفروض يبقى مثلا ناقص 14 ولا يبقى ناقص 16؟ يعني ايه المطلوب؟ لما نقول ان الماكسيموم ناقص 15 يبقى المفروض يبقى حاجه زي ناقص 10 ولا يبقى زي ناقص 20؟ ها؟ الماكسيموم ناقص 15 ديسيبل يبقى المفروض يبقى الرقم، يعني لما نيجي نعمل ديزاين يبقى الرقم كرقم الرقم نفسه يبقى ناقص 20 بقى ولا يبقى ناقص 10 مثلا؟ ها؟ ناقص 20 عشان كده الماكسيمم بالناقص، انت كل ما تروح ناحيه الزيرو يبقى الرقم بيكبر، كل ما تروح ناحيه الزيرو الرقم بيكبر، فاقول لك الماكسيمم ناقص 15 يبقى لازم يبقى اقل من كده يعني. يبقى ناقص 17 ناقص 18 حاجه من هذا القبيل، ده المعنى. ماشي؟ طيب ايه الاختلاف هنا في المثال ده عن المثال اللي قبل كده؟ ها؟ ها؟ الاوردر اوف ذا فلتر نوت جيفن. الاوردر اوف ذا فلتر نوت جيفن يتجاب منين؟ من الاتنويشن. واخد بالك يا شباب؟ يعني هو مديك الاتنويشن عشان تجيب منه الايه؟ الاوردر اوف ذا فلتر. طبعا مسائل زي دي هيبقى موجود فيها الجدول اللي فيه الباتر وورث فانكشن كلها. يعني لازم الجدول كله يعطى كله لان ما تعرفش الاوردر كام. بناء بقى على ما انت تحدد الان هتبتدي تشتغل. يعني في المساله دي بس انا ما فيش داعي ان انا ارص الجدول كله يعني. ماشي يعني مساله زي دي الجدول يبقى جيفن. الجدول يبقى ايه؟ يبقى جيفن يعني. طيب. ايه رايكم اول خطوه يا شباب؟ ها؟ اول خطوه نعمل ايه؟ ها؟ اول خطوه نعمل ايه؟ اللي هي الالفا. اللي هي معادله الالفا. يبقى الالفا هنقول انها بتساوي ناقص 15 دي بتساوي 20 لوج اساس 10 واحد على الجهاز التابعي 1 زائد اف على اف سي اس 2 ان.
يعني ناقص 15 حساب 20 لوج. بعد اعجاز الطبيعي بتاع 1 زائد الاف بتاعتي 2 والاف سي 1 اس 2 ان. يلا شباب حد يحسب لنا ان كده. سوونا الان 2.46 من 100. طبعا ما فيش حاجه اسمها 2.46 من 100. الان دي لازم تبقى انتجر فاليو. ناخدها 2 ولا ناخدها 3؟ ايه رايكم؟ ها؟ ناس بتقول 2 وناس بتقول 3، ايه رايكم؟ ها؟ طيب اللي بيقول 2 كده يرفع ايده؟ 2، اللي بيقول 3؟ 3 صح. ليه؟ عشان كل ما بتزيد الـ N الاتنويشن تزيد كرقم. يعني بدل ما تبقى ناقص 15 تبقى ناقص 17 ناقص 18 حاجه كده. بص شباب حتى لو طلعت لك 2.1 من 100 تبقى 3. لو طلعت 2.1 من 100 عشان تحقق الشرط ان الماكسيموم ناقص 15. تقدر تتحقق من الكلام ده لما تجيب الان وتعوض فيها تاني. يعني انا عايز نعملها كده سوا شباب. حطوا هنا ان ب 2. معلش حد كده يحسبها لنا شباب. لو حطينا ان ب 2 تطلع الاتنويشن كام؟ حد يحسب لنا كده؟ تطلع ناقص كام؟ سالب 12 وكسر مش كده؟ 3 من 10. فده ما يحققش الشرط بينما ان بتساوي 3 كام؟ 17 18 تقريبا يعني. فدايما هتاخد الرقم الاكبر. يبقى ان بتاعتنا بتساوي كام؟ بتساوي 3. بناء على دي هتطلع انت من الجدول ان بي 3 اوف اس هتساوي اس بلس 1 هنا اس تربيع زائد اس زائد 1. يبقى ده اللي هشتغل عليه. يبقى الفلتر ده شكله ازاي؟ شكله كده. اسمه ده يا شباب ما تحطش الارقام دي، تحط البوينت 1 مايكرو بس لانه قال لك السي بوينت 1 مايكرو. طب الار تبقى كام؟ نجمعها من اف كاتوف اللي هي 10 اللي هي 1 كيلو 1 في 10 اس 3 تساوي 1 على 2 باي ار سي 10 اس ناقص 7. يبقى ار هتساوي 1.6. فال 1.6 دي مظبوطه. ال 10 كيلو دايما اللي هي متصله دي هتبقى مظبوطه. هنلغي الاثنين دول بس. هنحسبهم دلوقتي.
يبقى طبعا عشان هو درجه ثالثه يبقى درجه اولى ومع درجه ثانيه. تمام؟ طيب عايزين نجيب بقى ايه؟ احنا عندنا هنا بالنسبه طبعا ار واحد وار اتنين هيتجابوا من دي سي جين زي المساله ايه الاولانيه. خلي بالكم في حاجه، بص شباب، اذا ادالك في المساله دي سي جين يبقى معنى كده ان الاوردر لازم يبقى اود. ليه؟ عشان هو مديلك الدي سي جين لان في حاجه هتبقى مجهوله. الحاجه المجهوله بتبقى ار اتنين مع ار واحد، دول دايما هي دي هتبقى ما تعرفش تجيبها. بينما لو كان الحل بتاعك هيطلع ايفن كنت اطلب منك الدي سي جين. واصله ولا مش واصله؟ لان انت لو هي ايفن يعني درجه رابعه مثلا كنت هتقدر تحدد انت المقاومات. فلما تقدر انت تحدد المقاومات يبقى بناء عليها ايه؟ تقدر انت تطلع انت الدي سي جين. لكن لما يبقى الاوردر بتاعك اود دايما بيبقى في حاجه مجهوله اللي هي ار 2 وار 1 لان مفيش حاجه تجيبهم. لان العلاقه اللي جبناها كانت بتاعت سكند اوردر هي اللي فيها 3 ناقص اي في تساوي كوفيشنت. بينما الدرجه الاولى ما لهاش لانها 1 على اس بلس 1 فما فيهاش كوفيشنت. فاذا هو ده دي سي جين ده مؤشر ان هيطلع الحل بتاعك لازم يبقى اولد. معايا يا شباب؟ لكن بينما لو كانت هي درجه ايفن كنت انا اطلب منك الدي سي جين. كان يبقى الدي سي جين هي تقدر تجيبها لان كل المقاومات تقدر تجيبها. واضحه؟ طيب. يبقى نقول ايه؟ ان 3 ناقص الاي في بتساوي كام بقى في حالتنا؟ ها؟ 1. اذا 3 ناقص 1 زائد ار 4 على ار 3 ده بيساوي 1. يبقى ار 4 تساوي ار 3 هتساوي 10 كيلو. استخدم بقى ايه؟ الدي سي جين عشان اجيب مين؟ الار 2. يعني انا اقدر اقول الدي سي جين اللي هو بيساوي 5 يساوي 1 زائد ار 2 على ار 1 في 1 زائد ار 4 على ار 3 اللي هي ب1. يعني ار 2 على ار 1 هتساوي كام؟ 1.5. اف ار 1 بتساوي 10 كيلو لو طلب منك مثلا الاتنويشن عند يعني مثلا الفا نقول عند كام؟ عند هو عند 2 كيلو هتبقى اتجابت. ايه الفا عند 2 كيلو هرتز؟ دي هتبقى 20 لوج. دي كتأكيد بس. واحد على جزء طبيعي 1 زائد 2 على 1. قص كام؟ باور كام يا شباب؟ 6. اللي هي تطلع دي طيب يعني ناقص 18. تأكدوا كده منها.
ماشي، ادي المثال الثاني. حد عايز حاجة على البورد؟ امسح.
طبعا اول حاجه هنرسم هنا الدايره دي هاي باس فلتر. دي فيها كام كومبريشن امبليفاير هنا؟ 2، لان هم 2 سكند اوردر، هم 2. طيب عشان هاي باس هنعمل ايه؟ ها؟ هتبدل الار مكان السي والسي مكان الار. هتبدل الار مكان السي والسي مكان الار. وهو هنا 2 اوبريشن امبليفاير درجة رابعة، يعني 2 درجة ثانية. 2 درجة ثانية. ماشي؟ طيب تعالوا نرسم. اول حاجه هنحط المكثفات اللي هي 0.1 مايكرو، ونحسب الار اللي في كات اوف ال 5 كيلو. تساوي 1 على 2 باي يبقى ار كانها بتساوي كام؟ 10 باي تطلع. حد يحسب عنا كده؟ 318 اظن. اوم.
بعدين هنستخدم الموضوع الكوفيشنت، يبقى عندي 3 ناقص 1 زائد يبقى ار 2 على ار 1 هتساوي 2 ناقص الكلام ده صح كده؟ يبقى لو خدنا ار 1 10 كيلو يبقى ار 2 ار 2 هتساوي كام؟ يبقى هتساوي 1.52 كيلو. نفس الكلام 3 ناقص 1 زائد ار 4 على ار 3 هتساوي 0.765 يبقى ار 4 على ار 3 شكل ده. يبقى لو ار 3 10 كيلو طيب معادلة الاتنويشن نكتبها ازاي يا شباب؟ ها الفا بتساوي 20 لوج اساس 10 1 على الجذر التربيعي 1 زائد ها ها اف سي على اف تمام في الهاي باس فلتر اف سي على اف يبقى الالفا عند 2 كيلو هرتز تساوي 20 لوج واحد على الجزء التربيعي واحد زائد اف سي 5 على 2 اس كام؟ ها؟ باور كام؟ 8 حد يحسب لنا كده؟ واحد وثلاثين وثمانية وأربعين 84% يبقى خدنا دلوقتي مثال على مثالين لو باس فلتر وادي هاي باس فلتر. طيب تفتكروا هنا لو انا ضربت 1 زائد ار 2 على ار 1 في 1 زائد ار 4 على ار 3 ده يطلع ايه؟ الجين فين؟ عند انهي فريكونسي؟ ها؟
ها؟ عند انفينيتي صح؟ عند انفينيتي، لان الهاي باس فلتر الكاركترستيك بتاعته عامله كده يا شباب. الجين عند انفينيتي عند الفريكوانسي في المثال بتاعنا الـ AVD هتساوي 1 زائد يعني في الحالة بتاعتنا 1 زائد R2 على R1 0.152 هدي يحسب لنا كده كم 2.57 يعني لو احنا عايزين نكتب معادله الهاي باس فلتر ده يا شباب تقدر تقول بقى ان ايه كانه كده دي المعادله بتاعت الهاي باس فلتر يعني لو طلبت منك الجين عند اي فريكونس تقدر تجيبه يعني لو طلبنا الجين عند اي فريكونس نقدر نجيبه كان معادلته بالشكل ده ده الهاي باس فلتر طبعا لو كنا عايزين نخلي الجين بيساوي واحد في المعنى النهائي او كده بتخلي يعني كان ار 2 وار 4 والحاجات دي تبقى الصفر تعملها شورت سيركت يعني يطلع الجين بيساوي واحد يعني يطلع الجين بيساوي واحد حتى ملوش لازم انك تحط بقى ار واحد وار ثلاثة يعني مجرد تعمل شورت سيركت كده يعني لو انت عايز تخليه يونيتي جين تلغي الار اثنين والار اربعة اعملهم شورت سيركت والار ثلاثة ما لهاش لازم ما تتحطش خالص ما تتحطش نهائي يعني لو انا عايزين نخليه فلتر عادي من ما فيهوش جين يعني ف طيب فضل لنا نتكلم على مين؟ الباند باس فلتر. خلينا نشوف مثال على الباند باس فلتر لان الموضوع هيختلف شويه بقى. نمسح؟ مفيش دي سي جين بقى. نعم؟ تقصد ثلاثة ناقص اي في مفيش. عليك حق اذا انت بقى الجيم بتاعك بيساوي واحد باستمرار لا يبقى ما تنفعش الحاله ديت ما ينفعش حال ان احنا نخلي اي يونيتي جين يونيتي جين معناها ان القانون بتاع 3 ناقص اي في ما يجيش لان الجين هيبقى باستمرار بواحد يعني كانها باثنين تبقى المراحل كلها كانها الجيم بتاعها باثنين معناها المراحل تبقى كلها متشابهه معناها المراحل كلها تبقى زي بعض يعني مراحل الدرجه الثانيه خلاص يا جماعه انسى الموضوع دلوقتي هي بتبقى فعلا كده بتبقى كلها مراحل متشابهه تبقى كلها مراحل متشابهه لكن الجيم بتاعها بيساوي اثنين يعني تعال نشوف بقى لو عندنا بنت باس فلتر
الدائرة دي فيها كم فلاش امبليفاير شباب؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين. ليه؟ برافو عليك. واحد لو باس وثاني هاي باس. يعني دول ده بند باس فلتر. واحد لو باس فلتر، ثاني بند باس فلتر. طيب الكات اوف فريكونسي بتاعت اللو باس تبقى كام؟ تبقى 10. والهاي باس كام؟ 15. العكس. ليه؟ بص احنا قلنا ايه؟ ان البند باس فلتر ده بيبقى مكون من لو باس فولود باي هاي باس. يبقى المنظر ازاي؟ لو باس فلتر كده، ده الريسبونس بتاعه، ده الايديال يعني. وهاي باس فلتر كده، ده الاف كات اوف بتاعت اللو باس، ده الاف كات اوف بتاعت هاي باس. خدين بالكم؟ يبقى الكات اوف فريكونسي بتاعت الهاي باس هي ال 10، دي ال 10 كيلو هرتز، ودي ال 15 كيلو هرتز. يبقى شكل الدايرة كده، المكثفات كلها اقل قدره 10 نانو، بس شباب هنا مش هتبقى كلها نفس الار، هيبقى عندي في ار ودي ار داش مثلا. ده الهاي باس فلتر وده اللو باس فلتر. ماشي؟ اوكي. طبعا احسب الار بقى ازاي؟ الاف كات اوف بتاعت اللو دي بتساوي 15 كيلو هرتز، واحد على 2 باي الار، السي 10 اس ناقص 8. يعني الار هتساوي
عشرة أس خمسة على 30 باي دي تقريبا 1 كيلو. ايوه موجود لفتره قصيره جدا لان عندي محاضرات طول اليوم، فالساعه 10 من فاضي، من 10 مش فاضي يعني، عندي حد من 10 تعالى لي. لو عندك وقت قصير ماشي، لو وقت طويل مش هينفع النهارده. بكره 11:30. ماشي. هي تطلع تقريبا 1 كيلو. ماشي. الار داش عندك دي تطلع 1.16 كيلو. طيب ادي اول حاجه. بصوا يا شباب، بالنسبه ار 1 وار 2 وار 3 وار 4 دول بيعتبروا سيمتريك. سيمتريك بالظبط يعني ايه؟ يعني عندي 3 ناقص اي في ل 3 ناقص 1 زائد ار 2 على ار 1 دي بتساوي جذر 2، يبقى 3 يعني كانها 2 ناقص جذر 2 دي تطلع 0.585 تقريبا. فلو كانت ار 1 بتساوي 10 كيلو والتانية بالتماثل يعني بتاعت الهاي باس زيها، يعني دي 10 كيلو طيب عايزين نشوف بقى الماكسيموم جين وتحدد الفريكوانسي بتاعته. ايه رايك نجيبه ازاي؟ عايزين نجيب الماكسيموم جين بتاع الباند باس فلتر ده. ها هن ايه؟ نساوي الاثنين جين ببعض بيطلع لك دي نقطه الانترسكشن. طيب معدل، يعني معدل الجين نكتبه ازاي يا باشمهندس؟
عشان نقدر نجيب بعد كده منها الجين عند كذا والجين عند كذا وننسب للماكسيمم. ده عشان نجيب الاف. طيب هي ده دي ممكن تنفع لكن بص هي تطلع قريبه من اللي انت بتقول. بص الجين يا شباب بصوا كده اللوباس فلتر شكله عامل كده ده بتاع اللوباس فلتر صح كده؟ الهايباس فلتر عامل ازاي كده؟ صح كده؟ ده الهاي باس وده اللو باس بتاع الاتنين مع بعض حصل الضرب الجيم بتاع الاتنين مع بعض تعالوا نرسمه بلون تاني. بتاع الباند باس فلتر حصل ضرب هنا زيرو طبعا بيزيد يوصل كده ولازم ينزل الزيرو كده تاني. ده بتاع الباند باس فلتر. عايزين نشوف النقطه اللي فيها الماكسيمم جين. النقطه اللي فيها الماكسيمم جين تعال نكتب المعادله اصلا. بص شباب الفي اوتبوت على الفي انبوت بتاعه الباند باس فلتر هتساوي بتاعه اللو باس فلتر اللي هي 1 زائد ار 2 على ار 1 اللي هي الاي في على الجذر التربيعي بتاع 1 زائد اف على اف سي بتاعه اللو أس 4 مضروبة فيه صح دي معادلة الجين 1 زائد ار 2 على ار 1 دي 3 ناقص جذر 2 يعني دي هنا دي عباره ودي دي دي كانها 3 ناقص جذر 2 اول سكوير على هنا الجذر التربيعي بتاعت 1 زائد اف على اف كذا بتاعت اللو اللي هي 15 دي المعادلة العامة. لو رياضيا عايز تجيب نقطة الفريكونسي اللي عندها الماكسيمم هتفضل المعادلة دي. بالنسبة للفريكونسي وتساوي بالصفر. بس هي انا ممكن اسيبها لكم تعمل لك هتطلع قريبة قوي من ان الاف نوت اللي عندها الماكسيمم جين بتطلع قريبة جدا من اف كاتوف بتاعت اللو زائد اف كاتوف بتاعت الهاي على 2 وممكن في ناس بتاخدها تقريب تاني بتاخدها عبارة عن ايه؟ بتاخدها اف نوت بتساوي الجذر التربيعي طب
الحزمة دي تطلع لي كام في الحالة بتاعتنا؟ 12.5 كيلو هرتز. طب حد يحسب لي الحزمة دي تطلع كام هنا؟ تطلع قريبة قوي منها برضو. الجهاز التربيعي بتاعك 150. 12 كام؟ 12 بوينت كام؟ 2؟ فاحنا قريبين قوي من بعض. احنا هنمشي على دي عشان تسهل الدنيا. خليها منتصف الاثنين. هي ما بتفرقش كتير. احنا ممكن هقول لكم حاجه، تعالوا نقرر دلوقتي ناخد انهي واحده فيهم. حد يحسب لي، واحد من الشباب يحسب عند 12 و2، وواحد ثاني يحسب عند 12.5. حد يعني اثنين مختلفين، يعني واحد من الشباب يحسب عند 12.5 وواحد من الشباب يحسب عند 12 و2. شوف تطلع كام، مين اللي تطلع اكتر يعني. يعني نشوف عندي دي متطلعه فولت اوتبوت في انبوت بكام، ودي تطلع كام. ايوه بالمحاضر. ايوه لا 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 ها اللي هي دي كم كم؟ 12. عندي دي كم؟ 1.73. ودي 1.76. خلاص خلينا في دي بقى خلاص. مش فارقة. يعني هي الكيرف فلات في الحتة دي. يعني قد يكون الكيرف فلات. خلينا منتصف الحساب خلاص. طيب يبقى دلوقتي لو قلنا ايه؟ بصوا يا شباب الرقم ده كام بقى يا شباب؟ يعني هنقول في اوتبوت على في انبوت، المربع ده كام؟ 3 ناقص 2 اول سكوير بكام؟ يبقى المعادلة بتاعتنا كده. يبقى لو عايزين نجيب بقى الاتنويشن عند 15 كيلو والاتنويشن عند 10 كيلو، يبقى هنقول 20 لوج الجين عند 10 او 15 مقسوم على، لو هنا دي عند 12.5، يبقى مره نحسبها عند 12.5 اللي هي الرقم ده، وبعدين هنحسب عند، هتبقى 20 لوج
الأساس 10 2 ونص على جهاز التربيعي بتاع 1 زائد. بص شباب، هي عند 10 أو 15 متساويين. متساويين ليه؟ بص حط 15 تبقى دي بقت 2 2 وهنا 1 زائد 10 على 15 أس 4 يبقى تحت 2 في 1 زائد 10 على 15 أس 4. طب حط 10 الترم ده هو اللي ب 2 وهنا برضو 10 على 15 فهي هي. يعني الاتنويشن عند 10 هو نفس الاتنويشن عند كام؟ عند 15 هي هي. فهتبقى ب 20 لوج الكلام ده، ده الجين عند 10 كيلو هرتز وهو نفسه عند 15 متساويين، فكأنه بيساوي 1 زائد 2 وهنا 1 زائد 10 على 15 أس 4 هي هي. حد يحسب لنا الجين ده كده؟ لا انا اسف، احنا كده بنحسب الجين دي مش 20 لوج، مش 20 لوج، ده الجين ده في اوتو تعرف ايه الرقم ده، الرقم ده يطلع كام؟ بعد كده اقول لك 20 لوج كام؟ الرقم ده طالع كام؟ الجين ده كام؟ وان بوينت كام؟ 1.62. يبقى ده الجين عند العشرة والخمستاشر، يبقى الألفا عند العشرة والخمستاشر ألفا 10 والألفا 15 كيلو هرتز هتساوي 20 لوج للأساس 10. ها حد يقول معايا 1.62 دي على 1.73 او 74 حسب ما احنا خدنا يبقى 73 تطلع كام؟ نيجاتيف كام؟ طيب مظبوط؟ طول في البيت راجع، لا ممكن نكون غلطانين في الكيماتيكال، مش غلطانين يعني. طيب حد يقول لي لو حبينا نجيب الباندويتس بتاعت الفلتر ده نجيبه ازاي؟ ها؟ عارفين نجيب الباندويتس؟ ها؟ ده ما هو كم ديسيبل طلعت؟ بوينت ماينس بوينت 6 ديسيبل. المفروض ان الباندويث بنحسبها عند كام؟ انتوا عارفين الكلام ده طبعا؟ ها؟ نيجاتيف 3 عند نيجاتيف 3 ديسيبل. يعني ايه؟ يعني لما الجين يبقى 1 على جذر 2 من القيمه العظمى. القيمه العظمى بتاعتنا كام؟ 1.73 هي. بس الحسبه هتبقى صعبه شويه، هقول لكم هقولها ازاي. بصوا شباب خليكم معايا، يعني دلوقتي انا عندي ايه؟ طب انا همسح بس حته كده، همسح الحسابات دي اهي معلش. يعني دي 1.73
مفروض الباندويتس عند نقطة تبقى 1.73 divided by square root of 2. ثم تيجي انت بقى عند ايه؟ تيجي عند معادلة الجين دي. احنا قلنا دي بقت 2.5 اهي. هنساوي الكلام ده بالحسبة دي، حد يحسب لنا دي الرقم ده صحيح. 1 بوينت كم؟ 22. هتساوي كم ده؟ 1.22. يبقى المجهول عندك مين؟ الفريكونسي. بس طبعا دي هتبقى ايه؟ مع هل هي صعبة؟ تعال نشوف تتحسب ولا ما تتحسبش؟ ربع طبعا الطرفين. هتربع الطرفين. ثم تطلع دي في دي. يعني بص شباب، يعني الكلام ده من غير الجذر، يعني 1+ اف على 15 أس 4 مضروبة فيه 1+10 على اف أس 4 ده بيساوي كام؟ بيساوي 2.5 على 1.22 اول سكوير. هلا الكالكوليتور يحلها؟ بس هيطلع 1 سوليوشن ولا 2 سوليوشن؟ هيطلع 1 سوليوشن. طب جرب كده حد يحلها لنا، شوف الكالكوليتور يديك كام. اذا معاك كالكوليتور يحلها لنا يا شباب. كم؟ 7.64 طبعا اللي كده بيطلع حل واحد. ها؟ ازاي بقى؟ ولا ايه؟ بتعتمد على انيشال فاليو بتديها له. بتعتمد على انيشال فاليو. طيب هل الرقم ده محقق المعادله؟ سؤال. هل الرقم ده محقق المعادله؟ تاكدوا تاني كده. بتاعي ده بعيد شويه. الرقم ده محقق؟ السبن ده محقق ولا لا؟ 12. لا هي 12 دي النقطة اللي فيها البيك. ها؟ 12.05 ده الحل بتاع المعادلة دي، لكن الرقم ده مش مظبوط. طب اتاكد كده ان 7 دي محققه المعادله ولا ما كانتش محققه المعادله؟ محققه؟
ودي محققة؟ اتأكدوني كده بس عشان بس نبدأ. يعني 7.64 كانت محققة. دي محققة مش محققة؟ اتناشر وخمسة مية محققة؟ لا. يعني 7.64 محققة. طيب خلاص شباب، يبقى انت في غلط عندك. طب ازاي؟ طب هي محققة ولا مش محققة؟ مش محققة. طيب يبقى هنا 7.64، خليكوا معايا. تفتكر نحسب البندوتس ازاي؟ خليكوا معايا. ها ايوه بالظبط كده، هي تقريبا سيمتري. يعني بص شباب، يعني تخيل ان دي هي 7.64 ودي اللي هي كانت 12.5، فدي نفس الديفرنس. يعني اذا نقدر اقول، بص بقى يا شباب، الباندويتس في النهايه كانها بتساوي 12.5 ناقص 7.64 تايمز 2 كانها كده. الثانيه يبقى بتبعد عن ال 12.5 نفس المسافه. يعني لو قلنا دي مثلا 7.5 و 12.5 يبقى بتبعد عن 12.5 5، يبقى 5 يعني رفلي 10. الحسبه دي مديه كام بقى؟ 10 كيلو. نعم؟ الرقم ده طيب. لا يعني ارجع عوض في المعادله الاصليه تاني، محققها اتاكد بس. يعني ارجع تاني لدي الارقام، مش معقول كل الارقام محققها المعادله، اتاكد اعملها دلوقتي شوفها. هل الارقام التانيه محققها المعادله؟ دي طلع كام؟ نعم ايوه، في بوزيتيف وفي نيجاتيف. ما هني بالنسبه لنا مالهاش معنى، ما الفريكونس نيجاتيف مالهاش معنى. هل مطلعه ارقام ثانيه غير 7.64؟ محققها نظريا لو رحت ناحيه 17 المفروض يحقق. يعني رقم 17 يحقق، يعني المفروض في رقم قبل 12 ورقم بعد 12. شوفوا لنا كده يا شباب عشان بس ما نمشيش غير بقى ايه. دي طلع كام كيلو؟ حسبة كام؟ اللي هي 12.5 7.64 كل ده تايمز 2 9.72، يعني قرب ال 10 كيلو. تأكدوا لنا بس شباب من الحلول، عايزين نطمن الحل المظبوط ايه. اللي طلعوا ارقام غير 7.64 يتاكدوا انهم محققين المعادله. هي طبعا في اكثر من حل مفروض، بس انا اتخيل ان في حل ناحيه 7 كده وفي حل ناحيه 17.
للطرف الثاني للحل. طيب يبقى احنا لو مسألة زي كده هنطلب الباندويتس يبقى نعمل الكلام ده. يعني هنجيب ايه؟ يبقى اتفقنا ان النقطة اللي عندها الماكسيمم هي الاف كاتر خالص الاف كاتر فلو على 2 اول حاجة، ونحسب عندها الجين، وبعدين نحسب الجين عند الكاتوف ده والكاتوف ده وبيبقوا متساويين، وننسب بقى ونحسب ايوه طلع كام؟ الأربعة ريال كام؟ تمام 19. طيب اتاكد كده يا باشمهندس ان 19.6 محققها. طيب يعني يبقى الفرق بين دي وبين دي 12 كيلو. بس انت حللها بايه؟ انت عندك حاجه آله مخصوصه يعني ماتماتكس؟ اه بيطلع لك الحلول كلها بس ده مش متوفر مع الناس. طيب خلاص احنا هقول لك الكالكوليتر العادي بيطلع دي. ممكن يطلع ثاني لو عملت ايليشن ثاني، ان هو حسب الديسوشن كونفرجن حسب يعني هو مجرد مختلفه طلعت 19. اه يعني حسب الايتريشن ما على حسب الايتريشن هو بيقف عند ايرور قد ايه؟ طيب طبعا انا عايز كل يعني على غير ما يتقابل المره الجايه كل واحد يحاول يحلها في البيت عنده شوف، بس كل ما حد يطلع حل يتاكد انها محققه المعادله يعني، بس تاكد انها محققه المعادله. يعني دي مطلعه 12 كيلو هرتز، الباند ويدث الثانيه الحزبه بوسط تطلع 10 كيلو. طيب بص شباب المره الجايه هو لغاية السنين اللي فاتت كلها كنت طبعا انا كنت بتوقف عند النقطة دي، بس ما دام معانا هتكلم في حاجة برضو دي في احد السنوات اتكلمت فيها، هتكلم على الديزاين بتاع الباور سبلايز لان ده موضوع مهم مش هناخده بالتفصيلة كلها لان ما فيش وقت هناخده، لكن هندي فيه محاضرة واحدة يبقى نخلص ان شاء الله المرة الجاية باذن الله.